ممكن سؤال؟ تفضل. أنا بصير واحد يصلي بدون وضوء؟ شو؟ هلا صحيح الواحد ما بصير يصلي بدون وضوء؟ استغفر الله. أكيد يا ابني ما بصير، ما بصير يا ابني، حرام. شو بدك تصلي بدون وضوء؟ ما بصير. طب شو رأيك باللي جربها وزبطت معه؟ ما تستيقع حالك انت طاول خير يا بشوف ليش ابنك عم يصلي وانت قاعد جنبه عم تحشش نعمة طلع الولد شلون متربي شلون عم يصلي مو مثلك انت عم تحشش اي والله يعني شفت هذا هو الفرق يلي بين تربيته وتربيتك شريك شو صار معك؟ بخصوص شو؟ شو بخصوص شو؟ مو كنت امبارح رايح تخطب؟ ايه والله رحت خطبت ايه وان شاء الله وافقت العروس؟ ايه وافقت ايه ايش بدك احسن من هيك؟ مبروك الف مبروك على شو؟ بس انا ما وافقت ليش؟ مو كنت قتل حالك لتوافق عليك هي؟ اللي بترضى فيني بكره بترضى بغيره لك عمي خلينا نفهم عزت؟ ايه لك بدل ما انك قاعد قوم صلي معنا عيبنا ولو طب لك عندي عرض ايش هو العرض؟ انت وش عروض؟ طيب شو رايك تقوم نصلي معنا الفجر ولك عندي 500 دولار 500 دولار؟ ايه 500 دولار 500 دولار نظامية ولا مزورة؟ لا انا ما بكذب قوم صلي معنا الفجر ولك عندي 500 دولار فدي المصاري شوف بس اخلص انا بعد الصلاة ومتوضى وبتعرف صلي بسرعة طيب سريع ما تروح هي 500 ماشي سريع السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شغل استغفر الله العظيم هات 500 دولار هات 500 دولار اللي وعدتني فيها شو؟ 500 دولار اللي وعدتني فيها مو تبتدي تصلي معنا الفجر وتاخذ 500 دولار ماشي تقبل الله يا ابني تقبل الله من ايش دول بعدها ما بعرف مو معطينا 500 دولار بعدين ايش بدك ترجع فيه يا ابني جزاك الله كل خير انك صليت اجرك عند الله كبير اكثر من 500 دولار عيف على ربك خلص والله متوقع يا شيخي هالحركه الندله منك لهيك ضحكت عليك وما توضيت شغل شمعون؟ قوم شغل شمع خلينا نشوف قدامنا ما في داعي لشمع يا ابي لانه انت اللي منور انت منورة ومنور انت يا ابي انا منور؟ ايه انت منور اه ليش هالكيف يا ابي؟ انا كمان هي حطيت لك لايك لانك عجبتني قوم يا شباب قوم جيب شغل عندك فيها منور الحمد لله يا ابني تمت على خير وان شاء الله الف الف مبروك كتب الكتاب وان شاء الله نشوف خلفتكم الصالحه الله يبارك بعمرك يا شيخ الله يبارك بعمرك يا رب وان شاء الله مجازيك هيك بالافراح شتمرنا شيخ شتمرنا والله يا ابني يعني ما حلو اطلب انا ما حلو مني اطلب ما بصير خليها علينا ما بصير شيخ ما يصير ما بصير ابن الحلال انا عملت هذا الشيء لوجه الله تعالى ما بصير الا تاخذ شيخي الا لا تاخذ حسبي الله حسبي الله طيب يا ابني طيب خلص يا ابني خليها على حسب جمال
حرم تاعك اللي كتبنا لك كتابك عليها، على حسب جمالها عطيه خيو، كيف طلعت شخصيتها؟ كيف نسبة جمالها؟ على هالمكتب خلاص. بسرعة يا شيخي، والله فاتك صوتها. 50 الحمد لله. هاي صوتها شيخي. الله يستر عليها، الله يخليك لها. هاي 20 ليش يا اخي؟ هاي 50 ايش هذول؟ انا اخذ 25 انت 25 ليش؟ والله يا ابني انا الحمد لله ما تعلمت اكل مال حرام هيك تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح يا شيخي؟ في عندي سؤال كثير كثير محيرني. تفضل يا امير. هلا لما بكون شاب وبنت بغرفه واحده لحالهم مين بكون ثالثهم؟ اكيد الشيطان ثالثهم. ايوه الشيطان كثير ثالثهم. ايه لكن ليش لما يقعد واحد هو ومرته بغرفه واحده ما بكون الشيطان ثالثهم؟ عجبني السؤال. مين قال لك يا ابني انه ما في شيطان ثالثهم؟ ما في شلون يكون فيه؟ يا ابني في شيطان ثالثون في، بس الشيطان اللي بالوجد لما بتتجوزوا بيكون هذا نكدي، شيطان النكد مو شيطان البالي بالك. انت على بقول ليش مارتن الصبح على المساء نكد بنكد.